نحن مع الله اش غادي نمشي ندير السياحه مثلا تمشي تكتشف ما عندكش مش عندك مشكله انا ما عندي حتى مشكل عندي مشكل نمشي لاسرائيل ندير سياحه ما عنديش علاش وهاد العلاقات اللي غتجدات ما بين اسرائيل والمغرب كيفاش كتشوفها شنو الرأي هذه علاقه مزيانه هذيك تعطلوا فيها بزاف كانوا يديروها الوقت ديال الحسن الثاني ملي قال لهم الحسن الثاني كانوا يديروها تعطلوا مزيانه هذه هي اللي كانت مزيانه في 2020 هي اللي دازت مزيانه كاع في 2020 العام كله هي وديال الصحراء هاد القضيه ديال ترامب وهاد القضيه ديال الداخله اللي فاش داروا السفارات ما والشيء هذا هو هذا الشيء هو اللي كان زوين في 2020 ما خرجش كله خايب الاخر غادي يخرجوا فيه حويجات زوينه مزيان انا زعما مزيان وذا العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على مستوى الاستثمارات في الأقاليم الصحراوية. مزيان مازال المغرب إن شاء الله غادي يخدم مزيان لا مع الأمريكان ولا مع إسرائيل، إسرائيل راه مزيانة، إسرائيل عندهم مع هادشي ديال الفلاحة، عندهم مع هادشي ديال غادي يكون مزيان المغرب من القدام. خاصة أنك حديث على تقارير إعلامية كتقول بلي أن هناك إمكانية لتحويل الأقاليم الصحراوية لمناطق فلاحية رغم أنها. أيوا راه شوف غير هما فلسطين كي كانت راه كان الحجر والتراب. أو كده كيفاش ردوها اما الرمله راه غادي يردوها ذهب هذيك الحجر والتراب ردوها في دحيه ردوها كلها ولات فيرمات وكلها ولات سميتو ولا كاع المنتوج ديالهم من احسن الليمون ديالهم والمسعيد ديالهم كلها مزيانه لا مزيانه سي بوني ديالي دي راه حاجه واخا شنو تقول نيت في البدايه ديال الحديث تكلمتي بلي انك يعني تقدمت نوعا ما في السن وشنو الرساله اللي ربما او توجهها للشباب الى جات الامكانيه انهم السفر الى اسرائيل للعمل او الدراسه الشباب علاش راه يمشيو يخدموا راه مزيان يخدموا في اسرائيل مالاش فيها على مال اسرائيل يخدموا في اسرائيل راه اسرائيل راه يخدموا راه الفلسطينيين في الخدامين الفلسطينيين بروسهم راه فين الخدامين راه خدامين في اسرائيل ما تيدخلوا اسرائيل راه تيخدموا ب 5000 ريال الساعه كما تيخدموا في الطاليان على الفلسطينيين ما شتيهمش الفلسطينيين كيفاش لابسين وكيفاش سميتو راه مبرعين راه ما بغاوش حمدين ان شاء الله او الدراسه شوف هو بالنسبه لاتفاق اذا المغرب مع اسرائيل ابار جانب الديني فعلا حنا يعني شي انسان اللي كان هدف ديالو الخدمه غتمشي تخدم اما الدين لكم دينكم ولنا دين يعني هما يهود ماشي يهود لا قال لك ربي تعاملوا معاهم بالهدنه صافي يهود نتعاملوا معاهم غنستافدوا منهم غيستافدوا منا الدين هما بوحدهم وحنا بوحدنا يعني بنادم غيبقى يقول لا الدين هذا هو الراي ديالك كتقرا كتخدم شنو كنقرا اش من دومين دير ولا بكالوريا علوم اقتصاديه مزيان الله يسخر ومثلا ما عندكش مشكل انك تمشي مثلا تكمل الدراسه ديالك في اسرائيل ولا تخدم شنو شخصيا لا شخصيا ما عنديش مشكل بس نبغي نكتشف الثقافه ديالهم كيفاش كيفكروا كيفاش كيديروا الدين ديالهم شويه عارفين دينهم محرف نشوفوا كيفاش التحريف ديالهم كيفاش داروا ليه صافي وهم بقى في الدين ديالي وما في الدين ديالي تبارك الله عليك تاخذ تخدم تاخذ فلوس صافي بارك انا خدمت في الحلال ديالي خدمت في الخدمه ديالي بالحلال ناخذ فلوس خدم على وعارك على حلال اما زعما كاين كل الفلوس اللي عندهم لا خدمتي بقرايتك حلال خد تاخذ فلوس خدمتي بشي حاجه حرام راه غيبقى حرام شكرا لك نشوفوا الزميل الصديق ديالك اللي هو معنا يعني نفس السؤال يعني شنو الراي ديالك في الموضوع بالنسبه لي انا حتى انا نفس الراي يعني من ناحيه الدين ما غاديش ناخذ انا نضرب من ناحيه الدين من ناحيه الدين الدين ديالنا مختلف ولكن كله والدين ديالو والله ما قالش لنا غنحاربوا مثلا اللي ماشي بالدين ديالنا غنحاربوا ولا شي حاجه بالنسبه ليا بتاتا الا جاتني الفرصه انني نمشي علاش لا نمشي الخدمه ولا الدراسات باش انا دابا حاليا خدام ولا جاتني خدمه ما نمشي ما عنديش مشكل تفضل هذا التطور ديال هذه الدوله هذه شنو كتعرف على اسرائيل كنعرف اليوم انهم عندهم حضاره مزيانه الشعب ديالهم عايش مزيان غاديين في التطور يعني مقارنه مع الدول اللي كنعرفوا هنا العربيه راه عندهم فايتين بزاف الحوايج صافي يعني تكون فرصه انك تستافد منهم بزاف الحوايج يعني عندي فضول انك تكتشف الثقافه ديالهم وكيفاش كيعيشوا شكرا لك وبالنسبه لك انت يعني شنو الراي ديالك انك تمشي لاسرائيل للخدمه ولا للدراسه انا متفق معهم انا يعني نقدر نمشي على قبل الخدمه ولا الدراسه ما عنديش مشكل من الناحيه هذه غير نفضل انه يعني كان انني نكتشف الدين ديالهم ما نفضلش
عندي الدين ديالي العقيده ديالي بقى نثبت بها، مشيت تما كاينه غنمشي على قبل الخدمه ولا الدراسه، انا موافق على هذا الموضوع. وهذه العلاقه المتشدده وربما الاستثمارات اللي كتنتظر الاقاليم الصحراويه في المغرب، كيفاش شنو الراي ديالك فيها، خاصه اللي كنتكلموا على البطاله وعلى الاستثمارات اللي كتهم الشباب؟ واش نقول لك الدوله هي اللي عليها كل شيء، الا كانت الدوله موفره فرص الشغل ومحيده البطاله راه كل شيء غادي يكون مزيان، يعني خصوصا حنا كنعرفوا ان المغرب بزاف ديال الدول العظمى الكبرى كيدعموه، اذا خاصنا نشوف هذا الاتجاه هذا. بالنسبه لك انت؟ لا نمشي انا ياك والله تنمشي والله. هو قال لك هو قال لك ما كاين حتى واحد يبغي يمشي. شنو كاين في المغرب انا؟ شنو كاين في المغرب؟ ماشي اليهود. كاين يهود مغاربه وعايشين متسامحين مع بعضياتهم. صاحبي كيما كاين واحد الشيء خاصهم غير ضربوه فهمتني؟ نقول لي كاين والله تنمشي بالله. اشنو شفتي دير؟ نخرج من المغرب انايا صافي بارك علينا. مرتوكه شي اسرائيل شنو كاين؟ وشنو كتعرف على هذه الدوله من غض النظر على التطور ديال التكنولوجيا يعني في المجالات الاخرين؟ والله ما عرفت اخويا والله فهمتي، كنسمع على اسرائيل اسرائيل اليهود هذا الله كنعرف انا فهمتي. او تمنى نخرجوا كاع حنا ما احسن من الدول العربيه، يعني انا نقول لك يعني المقارنه بالدول ديال يعني العرب راه احسن منهم لا في المعيشه لا في التطور لا في حقوق الانسان، هذوك المهن الموجوده يخدمون في فلسطين. واش معناها؟ ماشي عرفنا دوله عندها حقوق عندها كل شيء وعندها يعني المعيشه احسن، وحنا لا تبقاش مع اسرائيليين هنا جاو عندنا استضفناهم، ولكن كمغاربه ماشي يعني احنا الاسلام يعني مسلمين، ولكن احنا خصنا نتعايشوا متفتح. انا عشت مع اسرائيليين سيمانه ولا 15 يوم وانا غادي معاهم ندير معاهم عادي، ناس طيبين وهكا وكيبغوا المغرب وكيستعرفوا به وكيحبوه عادي، حتى في العراسات ديالهم كيهزوا الصوره ديال المال. وي كيهزوا سميتو هكا ما كاينش، ولكن حنا كنقول داك الشيء الحكومات هما اللي كيخليو داك الشيء المفارقه في الحكومات. واخا يعني نقطه اخرى، شنو الراي ديالك في هذه الاستثمارات اللي يقدروا يكونوا جايين مستقبلا في الاقاليم الصحراويه في المغرب؟ داك الشيء اللي بغينا حنا كما كنقولوا حنا غزه قبل غزه باش نكونوا واقعيين، حنا يعني القضيه الفلسطينيه هي راه حنا خصنا تحرر فلسطين، ولكن ما خصناش نكونوا يعني اكثر من فلسطين. هما كيستعرفوا باسرائيل، هما ياسر عرفات استعرفوا بها، كيرسم الراي ديال اسرائيل بحال ما هكا، كيديروا الاتفاقيات بعضياتهم، وعلاش دابا الفلسطينيين كيلومونا حنا حيت علاش درنا العلاقه مع اسرائيل، وهما بالذات ديالهم هما كيديروا الاتفاقيات مع اسرائيل. ياك ديما كتشوف يعني ياسر عرفات كاع اللي قالوا الزعيم ديال القضيه وداك الشيء كيريح مع سميتو الوزراء ديال اسرائيل، كيمشي مع الاتفاقيه وكيسلم على بعضياتهم، كيمشي تل ابيب كيجيو عندو لهنا، وعلاش هما كيلومونا حنا حيت درنا تطبيع مع اسرائيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.